شح المياه ورداءتها أزمة مستمرة في محلة سي الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية والتابعة إداريا لبلدية غات. الحاج بشير أحد سكان حي أومات، يقطع قرابة الكيلومتر يوميا للحصول على احتياجاته من المياه من بئر بإحدى المزارع عبر طرق بدائية تفتقر إلى السلامة الصحية. أمي أومات والبئر واقفة لها 6 شهور، البئر غير صالح للشرب، وتو جبنا البومبة حطيناها في البئر هذا ولكن هي نغطلة. تو نشرب فيهم في الثانية نتاع الدريسة فندوري، نجيب فيهم في فوق في القرية نتاع تحت المدرسة نتاع الشراب. هذا تو مية ما فيش نضلوا فيه في الفسقة، فسقة ياسر. المياه لا تصل إلى هذا الحي منذ 6 أشهر، وأهله يعانون مشقة بالغة من أجل الحصول على المياه، وهي إن وجدت فلا تستخدم في الشرب لعدم صلاحيتها. في طرابلس أهل الخير بعثوا التحلية الصغيرة، حطوها جنب الجامعة، هذوك يعني ركبوها، بارك الله من بمجهود أولياء الأمور، بارك الله فيهم وبارك الله من هذاك الرجل، وركبوها هنا قاعدين يعني يشربوا فيه الناس عن طريق يعني القلالين نتاع 5 لتر، وكل واحد يعبي يرفع عليه حوشه، ليس رئيسيه، مش رئيسيه يعني. والبومبا ذات حالا تو ما فيش ميه، تو نتاع المشروع تو البومبا حارقه محروقه وما فيش، تو البومبا الصغيره اللي فيها نتاع 20 صاح. يطالب اهالي محله سين السلطات المحليه بسرعه ايجاد الحلول الناجعه عبر توفير محطه لتحليه المياه والاهتمام بالآبار الرئيسة والعمل على إنشاء شبكة حديثة لنقل المياه إلى محتاجيها.